ولا ألف حصان ألف حصان مجلش تخش معايا في رهان دايما كسبان عارف بشد انتباهكو اسمي معشد دماغكو الأول بكسب سباقكو تعبكو عشان حضرتك دلوقتي الواد مات مات سكاكين بقى ومطاو ايه اوعى وحضرتك هو مقتول خالص دلوقتي بس ودوه المستشفى الحمد لله عايش ميجو عايش مالك متنية ومرفوض علينا كده ليه ما كلنا ولاد تسعة انا بنت اتنين بس اللي هم بابي ومامي لو انتي بنت تسعة شوفي الموضوع ده مع مامتك تجرح نادي قلبي مات مجنون يا زميل عقل تب انا عايش عمري في حكايات في الشر فتحت ايف يا فرد جايب له سحبات وفاكرني هخاف هقول له لا لا جاي وياكم الحب عمري نسيته فاتني عايش مع واحدة تموتني الحب عمري اللي انا ميزته اما العمر بس اتجوزته عسل وسكر وعيون خضرة عسل وسكر ايه بلا نيلة كانت عبيط على نفسي شورتي باجي على فال النقط والكب استك وبيتمط وشربت والعلق مش كبير وتشيرت مكوي زي الحرير فلوس كتير بتطير فلوس كتير بتطير ولا 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 قالوا لي ايه ايه قالوا لي ايه ايه قالوا لي اشرب علشان تنسى قالوا لي مالك ما تفك يا اسطى قالوا لي اشرب علشان تنسى قالوا لي مالك ما تفك يا اسطى قالوا لي الرجوله في الدم قالوا لي مش عضلات ولا شيء قبل ما اقول اي حاجه عايز اعرف صوت العرس ده جاي منين ده صوتي انا اهلا ما تورينا وشك يا طه ده انت حتى شكلك very كيوت الله يكرمك يا ابو علي استاذ طه انا جاتني ايميلات كتير من معجبينك عايزين تيجي نجيب شاورما لا 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 شاورما ايه لنا حاجه تانية بقيت فيجيتيريان بقيتي ايه فيجيتيريان نهار ابوكي اسود الحتي الحت ايه موكوس اقول لاهلي ايه حضرتك دلوقتي الواد مات مات سكاكين بقى ومطاو ايه اوعى وحضرتك هو مقتول خالص دلوقتي بس ودوه المستشفى الحمد لله عايش ميجو عايش تجرح نادي قلبي مات مجنون يا زميل عقل تب انا عايش عمري في حكايات في الشر فتحت ايف يا فرد جايب له سحبات وفاكرني هخاف هقول له لا لا جاي وياكم وانتي جاية من الارض ولا جاية من السماء ده اللي زيك بيجي مرة كل مئة سنة من نظرة رحت فيها وانتي برضو مش هنا يا ويلي انا دلوقتي ماما ميمي انا امبارح اتفضحت في النادي فضيحة بجماجم بجلاجل جلاجل؟ ايه جلاجل؟ وبعدين الجماجم بتخوف اكتر بكتير شفتي نملة عاملة عاملة لما اصحابها بتشرب خمرة سكران سكران خربان خربان سكران سكران خربان خربان عيني قفلت قفلت هو دي الحق عليا اني ما بحسسكوش بألامي اما انت حاسه بايه؟ هكلم الاسعاف يفتح المشرحه حاسه بايه طمنيني عشان اتصرف هاتي ولا 50 جنيه اجيب انتيبيوتيك انتيبيوتيك؟ ما معيش 5 ساعات حتى انا عدل بدل ما اديكي قلم اتففك سنانك على فكره انا كمان ممكن اديكي قلم اتففك ودانك ايه الهبل ده مفيش حاجه اسمها تففك ودانك اصلا هو اصلا مفيش حاجه كمان اسمها تففك سنانك الناس بتفت فاف عادي كده تفوق حاول يمسك ايدي يا بابا يمسك ايدك ايدك بس او ربنا بس لو من ساعه ما خطبك من 7 سنين ما كانش لسه مسك ايدك يستجري ده انا كنت قطعتها له ولا يحبكش يمسكها ليله الدخله يا حبيبتي انت نوري انت احساسي بحياتي انت ملكة من شعوري كل ما مزة هاتي رقمك قولي رقمك زيرو كام بحبك من قلبي يا روح قلبي مش كلام طلبه ايه العب عايزه شقه والبيجامة اما احنا شايلنا ياما رجالة وعندنا
انت بنت مين؟ انا بنت سميرة. يو سميرة بتاعت حارة الدحاقين؟ ايوه. بنت نفيسة؟ ايوه. عارفة نفيسة دي بقى؟ البوي فريند بتاعتي. ايوه. فلما جت في ليل وقت اتعذب. دي ماتت من 28 سنة. كنت جاي تقر عليا يا بنت. بص يا ابني اللي حصل حصل وما تقدرش تغيره. صح؟ صح. غلط. لما الدنيا تديك ظهرها ادي ظهرك للدنيا.